إنك أنت العليم الحكيم. قرآن الكريم تفسير كشاف سورة زخرف آية سيو أوددويا رب العالمين وهذا بجاء أهم يقسمون رحمة ربك أن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بله شدف تخمينا من آياتا في شبيه ما خاندنو يعني أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بين معيشة في الحياة في الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعض بني أزولان يا من نقل يا بريد أهم يقسمون رحمة ربك أمو يدخلنو أهم يعني أري أمو يدخلنو أه أزويد غيني مازولان نعم سيود الدو سيدا آيات سيود الدو تمام بري درباس بو تدي ما بو دبيجن مشرك دبيجن لو كان ها قرآن أبي قرآن يعني حق بيا أو النازل سري يكي جهردو گندا جهر بازار اوی یکی مازمی جهر دی جهر دی گندا یکی اگر ناظری سروی ببیا ایجا رب عالم دوی رحمت خود به نبوت یعنی قی اوی تقسیم بکن یعنی کی مستحق وی گره اش پیغمبری تیرا اول بجارتنه قی گره او ویا او بکن یعنی رب عالم جاهل تیوان عجیب عجیب دنشاندان یعنی او قاجون جاهلن يا ونكار نورمال عيشك خويا ازل حياتك خويا معيشتك خويا الدنيا ونكار تقسيم بكن ام تقسيم دكن ونكار يعني ونهيج الرابن عيشك او قمزن عيش اكو دنيا واخره تم لسريه يعني نبوتي او ليبيا وبا وني تقسيم بكن ربي عالمي وصاد بشه اهم يقسمون رحمه ربك قي او تقسيم رحمه ربي تذكن او جهن قارن ديابك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ام معيشته وانا حياه الدنيا يداهي ام او تكن الو اوكي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله سيد ام النهار ربي عالم بين نحن قسمنا بينهم معيشتهم يا اشتكي نورمال يعني ازال حياته وان معيشته وان رزقي وان الدنياي حياته دنياي ده هاي ام تقسيم لكن ورفعنا حتى ما مهنك دهاد هاوي ده ورفعنا بعضهم فوق بعضين مهنك جوان جنكا زيدة كريا انكا فقير كريا انكا زنجين كريا انكا ششمان كريا انكا ضعيف كريا انكا عقلي كريا انكا وسائرا وسائرا تب نوك هبن ورفعنا بعضهم فوق بعضين مهنك جوان سرهنك راقرتيه درجات مشان درجة شماجي شما موساكريه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا جبوي هنك جوان جنك استفاده بكن كو تمام دكتور بونا وكي بشخليا مثلا تمام عيشي بونا وجبرشينا بمرانا يعني جره جبونا كو بهم بسكنن جب استفاده بكن هنك زنجين هنك فقير هنك زانا هنك جاهل هنك وسائلا او صاج بونا كو جب استفاده بكن هم او بكن ربي عالمي رابي هنك جنكا درجة وانزلة تلكرية ورحمة ربك خير مما يجمعون أما ربي رحمة ربك رحمة ربك يعني شي تراج في مال دنياك أو طوبتك أهم يقسمون رحمة ربك هذه الهمزة الإنكاري المستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وتحكمهم يعني اب همزه اوكي همزه انكاريه رب العالمين يعني همزه انكاري همزه تقرينه يعني او انكار وجي بجاهل سر جاهل ديوان كون مستقل بجاهلتنا يعني كو وصا تكفيني سيدا يعني كون جاهلتي راسك وان كجاهل من مستقل بجاهلتنا يعني وانا وانا بالسري خو جاهلي بالسري خونه او اب ربي عالمي يعني دي تعجبه هاني دي نشاندان جي اعتراض كرنا وان
اعتراض دكن لبيغمبريتي او بيغمبر عليه السلام دبين شما نيك جبان هردو قندا يك جوان نمبيه وتحكمهم وأب تحكم وانجي يعني بدليل بدليل كو رادبن يعني عناد دكن اشتا ابيا نا بيغمبرك و بيغمبر بيا غري يك جما بيا تو دليل كيش دسي وانا بيا تحكم يعني تحكم اوه يعني ما بتشتكي بحبت المثل وكامن ودليل تجتنا او ديناخ كي تجتنا وظانينا كا تجتنا ها ما تدبي وكامن اه اب اعتراض اوان كل بيغمبريتيا بيغمبر سلام اعتراض دكي او تحكم دكي اه ربي عالمي تعجبه جدا نشاندان او صون دليل اكو جاهد اه بهم زي استفامي بتشد ايفادك مالي وان يكونوا هم المدبرين مالي استفامي انكاري اه مستقل إنكاري أو مستقل كون جهاليتي وان تعجيبه يعني بعجب جوابه وان أوقاش جاهلا أو خلقي كون راستي ويا تشتبي جوية يعني ذي تقسيم معيشة حياة الدنيا جوية يعني تقسيم بيغمبرية يبين بلوكا وابكي همده وان يكونوا عقب سر ما قو بلي هذا اسم الإنكار المستقل بالتجريب والتعجيب من اعتراض وتحكم ملي وأن يكونوا أو بمن هم المدبرين لأمر النبوة يعني ربي عالمي بياجي جاهل تيوان داني شاندان شو بياجي يعني تعجبه داني شاندان رجع عزيب السر سيدة برابوة يعني هذه همدة الإنكار المستقل بالتجريب هذه الهمة للإنكار كأن يكون هم المدبرون كأبانا ببن أو تدبير أمر النبوة بدن ديتن وتخيري لها أو بجارتنا جبونا النبوة را كي يعني آدائية كي ناميزاتا من يصلح لا ويقوم بها ناميزاتا پیغمبرتية جكيراية أو بجبيرن أبيا رب العالمين يجب يشتعجب إذن إشانان من يصلح لها ويقوم بها كل بيجن تشت شما يك جبان هردو باجارة أهل بان هردو باجارة شما يك نيمبو كل پیغمبرتي برا پیغمبرتي كهبيا ويجوان رباطا بلي ويقوم بها من يصلح لها ويقوم بها يعني إذا صالحاش پیغمبرتي رأو أو پیغمبرتي بجبينه يعني إنكار أن يكونوا وبن مشرك المدبرون لأمر مدبر بن أمر النبوة ومدبر يجبو أمر يجبو التخيل أج نبوة ترى أو مخيل بكن من يصلح له ويقوم بها أو اختيار بكن أو ششمش بكن أو متدبير بكن أخو طلب يا دي كار يا يعني ربي عالم ذي بيا قربا ميا أبي وظيفة ميا أبي عيشي أب رحمة خدايا ربي عالم بخوزة بدك أبي بدأ أبي عيشي ونينة بوزي خو نكن ارتشتي ونكارن ونكارن هي رزقي خو تأمين بكن تقسيم كنا رزقي وهي لمنا ربي عالم جوانا وصل بجبلي والمتولين لقسمة رحمة الله كو انكارا المتولين لقسمة رحمة الله يعني كو اوي او اسلام مش بكن او قرر بصين جبو تقسيم كنا رحمة خدارا كو في نبوته التي كلا يتولى الا هو او رحمتا خدا كو انجا خدا تولي او بكه خدا يعني استنمش كي او استنمش بكه خدا وي غريبي هلنا او تقسيم بكه لا تبا الا هو بقاهر قدرته وبالغ قدرته وبالغ حكمته يعني بقوتا خويا قاهر كو هرشتي مغلوب دكه او بحكمتا ويا كو صون درجة يعني بزانين او بحكمتا ضياليتي دانيني مالا او قدرته ويا باهره يعني كو مدخ عجيبه ماني مدخ حيرتي او حكمتي ويا كو يعني جهل جهاتشتي يعني بلغي حكمته ويا كو صون درجه اصلا بهره بلكي بمعنى يعني وصا مرب مرب دحيره لبري يعني وصا مرب اوكي مرب دحيرين عين عين خش ثم ملي ملي ادبي تشان خاطري خويا ملي دبيبي شي فاميدا ضرب لهم مثلا ملي ثم ضرب لهم مثلا دبيدا
ربي عالمي در مسلكي دغوزة بيجا دبيتش فأعلمه دداء ربي عالمي دا ظانيني أنهم عاجزون عن تدبيري خويسة أمرهم أبنا عاجزي جي خاصيتك أمري خونه خويسة تسخيرة خاصة يعني أمرك خوي أزل شو تدبيره ويكو معيشته يعني أمر سيدة أوابجة بأمرك خاص بوانا داي تمام إيشي وانا أجوي أمري خو تدبيره وأمري خو عاجز أجوي جي عاجزا إجا وما يصلحهم في دنيام أو تشتك وان صالحين الدنيا وان رزق وانا وأن الله تدبيره ويجي داي عاجز وأن الله عز وجل هو الذي قسم بينهم معيشته وقدرها خدای تعالی که تقسیم معیشت آواند که و تقدیر آوید که هنکا زنگین و هنکا فقیر و هنکا وسایر و دبر احوالهم تدبیر العالمی بیها و تدبیر حال و احوال واندت زانینه به تدبیر که یکی که زانای پیه بزانین وید شده کرن ها فلم یسوی بینهم ها ف تعقیبا بیادا ربی عالمی لم یسوی بینهم تبا وکم نکریم ولكن فاوت بينهم يعني وان جهه جهه وان جم آيلي نوكه نوكه وان چه كريه في أسباب العيشي لأسباب معيشته دا أسباب رزقه أوكي دا رزق دا وغاير بين منازلهم ومقامه ومنزله وان جم غايره چه كريه فجعل منهم أقوياء وضعفاء هنك جوان قوتي هنك ضعيف وأغنياء ومحاوجا هنك فقير هنك زنجين ومواليه وخدما هنكاجي سيد وهنكاجي خدمات الشكرية شو ماجي ليصرف بعضهم بعضا في حوائجه شو هنك شوان هنكا دي احتياجي خدا بخبتين وجب استفادة يعني مثلا ويك براب ديكي ويبرا خدمته ويبكا ووي بيجي شو ويزنجين استفادة بك ويزنجين جي فقير جي ويجي قوته ويستفادة بك ويجي بري ويستفادة بلى ويستخدمهم في مهنهم ويوان بدن خبطان دن ده مسلكي خدا ده مسلكي وان ده دورسي مهني خزمت ده خسيد ده مهن مسلك مسلكي نه خزمت ده خزمت وان تمام ويتسخروهم في اشغالهم ويجوان استفادة بكن ده شغلو وعيش خدا حتى يتعايشوا ويترافدوا حتى كب هغرا بجين ويترافدوا جب استفادة بكن ويصلوا الى منافعهم وتبقى جنبال منفعته خبا بالمقصود خبا ويحصلوا يعني باترون بيجي انفندم اورتمي او ايشيجي شورا بيجي حقكي هو او شورا بيدار مالا عنس مال ويحصلوا على مرافقهم وتبقى جنبال مرفق خبا يعني بالمقصود مراد خبا والله لما مرافق وصا معنى كان وصا منفعته هل كاس بيجي منفعته بل ولو وكلهم الى انفسهم اجر بتقسيمه هاني ربي عالمي ليبيا نفسه هون بيشتا وولاهم تدبير امرهم وربي عالمي تدبير امره وان ليبيا وان بيشتا ليبيا نفسه هون بيشتا لضاعوا او هم ضبونا وهلكوا تبشون هلاك يعني اوج حقيقه دبنكة بلا تشبه وكا الصبيه كو بيخوي بمينه أو بشي عدمي بشي نهيلاكي بقدي وإذا كانوا في تدبير المعيشة ابني أبي بس مقدمة شيكا بشي كنت تدبير معيشة داجي يترسزن معتاجة بالك خدا تقسيماوي تدبيراوي تفقروا رابون ونشتان راوي بدأ أو كرن شيكرن أو معتاجة في يابنجي وإذا كانوا في تدبير المعيشة الدنية في الحياة الدنيا تدبيره تفقره بمعيشته حياته دنيا أباكو بقيمته أوكده وحياته داجي على هذه الصفة السلبي صفة ابن كو يترسزن أو بخون نكاره إجا فما ظنوك بهم في تدبير أمور الدين الذي هو رحمة الله الكبرى كل نبوته إجا ظنته تخمينته شيد حق تدبير أمر ديني كو رحمة خدا هري مظنه كون مثلا ابي نبوته هاني ابي شو او كار من تقسيم بكن و او بيجن ابرا فلان كاس بيغمبر بو فلان كاس نا بيغمبر بو او فلان كاس بيج ش حقين ده بل ورأفته ورأفته العظمى والشفقة خدا ابا هري مثلا وهو الطريق الى حيازة حظوظ الاخرة ابي وحيه ابي رسالته ابي بيغمبرتيه كوريا ببال بل يعني
اوكي باري اخرته يعني ومجد الطريق الى حيازة حظوظ الاخيرة ماني يعني حيازة ببال يعني نيز كرنا حيازة جيشتاندنا 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 باري اخرته ريا جيشتاندنا باري اخرته مبوحي يفهم كده يعني عبادته خود طاعته خود راضيبونه خود عاجز كرنا خود فيا متى بريا وحي انجح ما فهم كده ما بريا رسالته فهم كده ما بريا پیغمبريتي فهم كده ايه ديما كي پیغمبريتي بريا پاره آخرته كما خود پیر دينا پاره آخرته ده بدين يعني الدين الذي هو رحمة الله الكبرى هذا دين الطريق إلى حياض حدود الآخرة دين والسلم الى حلول دار السلام اي بلي اي تمام يعني وحي ازولان نو وحي دين دين وحي بلي بلي والسلم الى حلول دار السلام و او كو مردبن و درنجا كو مرد بي هر جنته نو سوا قعبونا دار السلام بجنته سلم ندوانا كو مرد بكيجا حلولا كتنا وقعتنا الدار السلام جنة ثم قال دبيدا خداي تعالى قو ورحمة ربك يريد وهذه رحمة ربك وهذه الرحمة آب رحمة ربك وهي دين الله أبدين خدا وما يتبعه يعني أبدي وهذه الرحمة إشهدك ورحمة ربك إذا فرحمة بار ربك أبي يعني كذا شيء إضافك معودية يعني أبتشيك ما تشيك ما أب رحمتك أن جيب بعثتك أو رحمة شبك الدين خديك ما بعث الدين خديك يعني كأبان في غنبلة الدين خديك أو أب رحمتك الدين خديك وهي دين الله وما يتبعه من الفوزي وأبيك لبيوي خلاصي لبيوي ديني جيكو خلاصي تي في المآبي دي آخرته ده أب وهذه الرحمة أب رحمتان خير مما يجمع هؤلاء من حطام الدنيا أب يعني في دين خدا خير ترى جبي وان برتال الدنيا أو توب تكن جي شيترو باشتر يعني فإن قلت الدنيا شو عروك يا مرد درجة بعد درجة مرد عين كريم مرد نايف عينوس أما إيك مرد بي خلاص بب فاطئ على الإمكان نصيب المسلمان أن تظهر وشيخة آمين فإن قلت أقبت بجي معيشتهم ما يعيشون به من المنافع إذا برد أقدسة سيدنا زمخشري خلج راسي به أو تشكي بالي مذهب خدا بدأ مذهب وان تشكي من التمامي لدش مذهب يحتيج يعني مثلا لبا أهل السنة أمد بجن حلال وحرام تب رزقه رزقي خداه خدا وي رزقي ده إنسان حلال بخبته حلال رزقي بحلاله إنسان حرام بخبته رزقي بحرامه أما هر دو رزقه جي خدا ده أما أو ده بجن رزقي حلال خدا ده رزقي خداه ورزقي حرام جي مخلوق تينه شواكو أو دوين خير جي خداه حلال رزقه حرام جي نرزقه يعني جياتي فهمكرين يكي كنت بحرامي شميش بباق وده رزقي بنا تظاني أبياش كنت يا زولان بني جبياتي جب فكرة وانا ام دبين خيري وشري من الله خير وشر تبش خدايا اما او دبين شه او دبين خير ج خدايا شر نش خدايا جبركو الشر دبين نش خدايا بشتيكو الشر نش خدا به يعني حرام جي نش خدايا يعني رزقك وحرام به نش خدايا رزقك وحرام به يعني عبد وي حرامية كريه عبد فعل الشرية كريه خدايا تعالى منزهج وي الشرية أو صار بيجي أنا ويبوزا بيجي فإن قلت معيشته ما هو هم يقسمون نحن قسمنا بين معيشته نحن قسمنا بين معيشته معيشته وانكو خذيت على تقسيمك سواء كان حراما أو حلالا وصا جتيف عمي فإن قلت معيشتهم ما يعيشون به من المنافع ها جمن في عطا تشتكوا جيب فايدة بينا أو ومن من يعيش بالحلال ومن من يعيش بالحرام هنك بحلال هنك بحرام معيشته خير دومينا فإذا قد قسم الله تعالى الحرام كما قسم الحلال دمك يوتشغي خدايت على تقسيمه حرام يجدك شو تقسيمه حلال
كريه كو اجرت اوا برسي قلت ادي جوابه تمدن طب القولي خده الله تعالى قسم لكل عبد معيشته خده تعالى جهر عبد معيشته وتقسيم دي كه كريه لدرسي وهي مطاعمه ومشاربه وما يصلح من المنافع خورنو وخورنوي اوتشتكو منفعته كبه يعني دي صالحة جلي باشي مالي مالي عندي هر هر معيشتي بخدايت على تأمين ديك وأزين له في تناولها ورب عالم إذن داية كوفان معيشتي خو بسطينة مشغول ببي جي سفادة بك ولكن شرط عليه وكلفه أن يسلك في تناولها الطرق التي شرعها فقط قلت يا بني من معيشتها داية أما بير رياكم داية برتاجت دوير دا هري ومصلحتها خو معيشتها وتأمين بكي تقول رياكم إيش تضمن تدوير دا هري فإذا سلكها وقتك دوير دا هري فقد تناول قسمته من المعيشة حلالا ورياكم خدا دانية دوير دا هري أو شغي معيشتها خو تقسيمك خدا داية حلال أولاك عندت كه وسمها رزق الله جنات قوتن خدا تعالى نبي دنيا رزق خدا وإذا لم يسلكها وقت كدوير ريا خدا دنيا نشة تناولها حرام أو شغي دريا حرام دا ويرزق خو عندك ليه يعني شخبي خبر دنا مش نايف عمي دي سكو خدا داية خدا داية خدا ويرزق خدا داية أما كس بعبده عبد حرامية كسب كريه عبد يدشي بحلالية كسب كريه ديسا خدها تعالى تقسيم كريه ماله وليس له أن يسمي رزق الله هذا برده خرطك في رزق خده نايق وتنجيرا فالله تعالى قاسم المعايش والمنافع خدها تعالى معيشة منفعتها تقسيم بك ولكن العبادة هم الذين يكسونها صفة الحرمة فقط عبادا كصفة حرمة حرامية كسب ذكن جبل معيشة المنافع عارة يعني كسب ذكنين بيكسونا يكسون جد ذكن جلولي تمام تمام يعني معنوي لقوري أسفهم ذكن يعني باللفظة فرق كذكي دي جوهر خدا يكن أول سنة شما شنكي بني خداية تعالى تقسيم كريه خداية تعالى أصل كدايا اما اوه که کس پا وی به ریا حرام کریه عبده به کس پا وی به ریا حرام کریه او فاعله وی کس پا اوانا زاید بینچه اوانا دوین که خدا حلال لایه ایه اتش حلال 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 اما عبد رادبه که مثلا تشی کنه ایوی رادبه تجاوزی وی دارید که اوه یعنی که شود که اوه کس پا خوی آنه که اوی تشکی که خدا حلالی که حلال دایه اوی انتی نشد که تینا جل حرام لیده که او تینا تکت زکی خواه اگر خدا نده دیقات بکه وی تجاوز اوی تجاوز اوی مالی خیلی خود که حرام ولدن ما ده حلال ولدن اوش خود تشکی حرام نیا از اولان یعنی خدا دانا خدا اوه که یعنی امکانه لا قولی مال دایت مال امتنه یه دنگیم تیت بله دایت پر امتنه یه اتیم تشتر بزن اف کس با حرامیه بی حرامیه یعنی که او مالی که حلالی تیه او طعامی و حلالی تیه اف بی دزیا من و یا بی حیله کاریا من دینیم دخم او یاد کما رس زفرا او یا حرات کما حرام زفرا تمام اشتا فهم دیگم از غلام تمه ادوین یعنی که خدا مثل انسانی که تجاوزی مالی حوالی خوبه که خدا امکانه یعنی خدا نده خدا وی حرامی جی او رزق نیم به یعنی خدا نیم به خدا کار نیله نیله وی الدب که این ها اختیار رازبا لی ایش بر بیا یعنی خدا وی جده شبا خدا ده چونکی اویا وی بر ری حرام دخوزه خدا در ری حرام دخده که اما جبرگو کس پا وی به حرامه جبرگو کس پا حرامیت که دیه خدا تعالی وی مؤاخذت که پی اما ابدن ریا خدا دانیه ریا حلالی چت تامین دیگه خدا تعالی مثلا وی مؤاخذه ناکه بلکی وی تشکر کی یعنی بیاد بیت مشروعیت در رزق حلاله کومرش مشروعیت در خه
او يا اني رزقي خدي ناي قلتني كسبا مربا حرامتي يا اصلا ده تنزيها خدا ده عشريت شنا ايوان ايوه پر زيدا خدا ده غوزن تنزيه بكن پر زيدا خدا ده غوزن تنزيه بكن يعني جه حرامي جه شر جه نباشي دوري خدا دن اندي فعلا خدا جي دوري خدا دن يعني ها دنگی جدا خود خواهد شامل کرد تمام امدر باس من بله یکسو ناصیب در حرمتی بسوی تناولیم و وعدولهم فیه عما شرعه الله الى ما لا يشرعه امانا یعنی در باست بن وی ریاکو خدا مشروع کریه جوان را در باست بن جویه ببال ریاکا غیر مشروع با یعنی جه ریا حلال کو خدا دانیه بروان در باست بال ریا حرام باد بن بله ام بی آیت ایش بخوینه یا بسه لطفت شه بی آیتی ون زانو کنم ببینشن از الی حرام همه امور پر دریجه چیده دریجه؟ ای برا بس هایدی اصابه کم الله خیلی کسیرا شما و خوش و نعمانت